حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، قال: سمعت ابا جحيفه رضي الله عنه، قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه، قلت لابي جحيفه: صفه لي، قال: كان ابيض قد شمط، وامر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشره قلوصا، قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبضها